بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كنوتوكس العربية. اليوم سنتعرف على طريقة تسجيل الصوت عن طريق برنامج أوديو ريكوردر الحر والمجاني على منشار إفدرويد، وكيفية تعديله من خلال الحاسوب عن طريق برنامج أوداسيتي لنجعل الصوت صوت إذاعي وصوت احترافي لتقديمه في شروحات وفي العروض التقديمية. لنتابع. أولا نفتح متجر إفدرويد ثم البحث ونكتب أوديو ريكورد. الخيار الأول هذا هو برنامج أوديو ريكوردر، كما ذكرت هو حر ومجاني تحت رخصة جي بي ال جنو جنرال بوبليك ليسنس. الكود المصدري له مفتاح والموقع الرسمي، هنا يعطيك الأذونات، وهنا آخر نسخة هي بتاريخ 23/3/2018. نفتح البرنامج لنتعرف على خصائصه. هذه هي واجهة البرنامج. نأتي إلى سيتينج، مجموعة من الخيارات، هنا ستوراج باث أين نضع الملف، ثم ريكورد سورس، هنا ميك يعني ميكروفون ولا بلوتوث الميكروفون، سامبل ريت يعني مدى استقطاب الصوت نجعله ديفولت اذا كان مكان به ضجيج كثير نختار 8 كيلو هيرتز فقط، اذا كان مكان فيه صامت جدا ونريد صوت يكون يسحب صوت بشكل كبير نقوم برفع الكيلو هيرتز الخاص بالصوت نجعله هنا ديفولت، ثم انكودين نجعله بالنسخة الحرة default.org. يمكنك اختيار ما تشاء مود، طبعا ستيريو، نيم فورمات سأضعه بالشكل الاتي الساعة والتاريخ، فويس فلتر يقوم بفلترة الصوت ما امكن، ريكورد فوليوم 100% يمكن إضافة رفع أو خفض مستوى صوت التسجيل ليرجع إلى حالته الأولى، نضغط على ديفولت يرجع لنسبة 100%. ومجموعة من الخيارات الأخرى من أهمها سيلنس مود بوت فون إن سيلنس مود دورين ريكورد، يعني تجعل صوت الهاتف في وضع الصمت عند بدء التسجيل لكي لا تقوم أو يقوم بتشويش على التسجيل أثناء وصول الرسائل أو إشعارات خاصة عبر الإنترنت. Application Team العادي، White Team أو Dark Team، أنا أفضل Dark Team. هذا كل ما في الأمر. About ننظر إلى البرنامج هو Android Friendly. Audio recorder with custom recording, folder nice record, recorder volume indicator, recorder notification, recorder lock screen activity, distance GPL version 3 or source code على GitLab. نقوم بتسجيل صوت وكما ذكرت سنقوم بتعديله ونرى كيف سيصبح في النهاية. لنتابع. الآن سأقوم بالتسجيل عبر البرنامج، وكما تشاهدون تم إيقاف صوت الهاتف، وسنقوم بفلترة هذا التسجيل عبر برنامج أوداسيتي
من خلال توزيعات أوبونتو، وسنرى كيف سيصبح الصوت بعد إعداده. لنتابع معا. الآن سأقوم بالتسجيل عبر البرنامج، وكما تشاهد الآن سأقوم بالتسجيل عبر البرنامج، وكما تشاهدون تم إيقاف صوت الهاتف. الآن سأقوم بالتسجيل عبر البرنامج، وكما تشاهدون تم إيقاف صوت الهاتف، وسنقوم ب فلترة هذا التسجيل عبر برنامج Audacity من خلال توزيعات أوبونتو، وسنرى كيف سيصبح الصوت بعد إعداده. لنتابع معا. أكيد أنكم لاحظتم الفرق بين الملفين الصوتيين ودرجة الاختلاف ودرجة دقة الصوت وصفائه، وكذا المؤثرات التي أضفناها عبر برنامج Audacity. أتمنى أن يكون هذا الدرس أفادكم، والتطبيق أيضا يكون مفيد لكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.